بجدد التحية بحضراتكم. وجه ميعاد فقرتنا اليومية الطبية الثابتة اللي بيشرفني فيها النهاردة الدكتور مجدي جمال عبد القادر، أستاذ طب وجراحة العمود الفقري. هقولها مرة واحدة الفقري، وبعد كده هقول لكم العمود الفقري علشان ما تقعدوش تقولوا خير بيكلمنا لغة عربية، بجامعة عين شمس. وهنتكلم عن آلام العمود الفقري، هنتكلم على التهاب الفقرات والشتاء، وهنتكلم على الجديد في علم مناظير جراحة العمود الفقري. اهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا. مباشرة كده، ايه علاقة الوزن بالعمود الفقري؟ لا علاقة مباشرة. نعم. او اشرح لنا يعني شكل جسم الانسان كالعمود الفقري ماسك ازاي، والاحمال والاوزان وكده. هي المشكلة اللي الناس فهمها كلها ان انا لما وزني يزيد كيلو واحد فيبقى العمود الفقري كيلو واحد، ولما يزيد خمسة يبقى يزيد خمسة. هو ده ما بيحصلش الكلام ده، لان زي ما انت عارف ايام المدرسة في الزراع القوة والكلام ده، الوزن مع زراع القوة بتاعه بيتضاعف على العمود الفقري. يعني انا لو عندي واحد مثلا عنده بطنه كبيرة كده لقدام، ده اسمه زراع قوة، الوزن ده بيوصل العمود الفقري مضاعف كذا ضعف. مضاعف كذا ضعف. طبعا يعني مش مجرد ان عندي عشرة فعليا، لا ممكن نعم. توصل حوالي 70 كيلو زيادة من مجرد ان عندك 5-6 كيلو زيادة. نعم. دي المشكلة. العمود الفقري ربنا خلقه شايل وزن معين. انت لما بتحمل عليه ده معناه انك انت صاحي نايم اكل شارب بتتمشى شايل على شايل عليه وزن ماسك اكتر منه المطلوب منه بكتير. حاجه زي اعمده العمارات وما بيرموا الاساس وكده. بالظبط كده. بالظبط كده. هيكل العماره، الهيكل الخرساني. بالظبط. ده اللي بيحصل. ما تنساش برضو ان العضلات اللي بتتحكم في العمود الفقري ليها قوه هي في هي نفسها. يعني انا لما اوطي بجيب حاجه، القوه العضليه اللي حوالين العمود الفقري اللي بتشد انت بيها عنيفه جدا. اكتر مما تتخيل. يعني هديك مثال بسيط. الفقره ما بين كل فقره وفقره في الغضروف. الغضروف. تمام. يعني لو في حتى في فيلم كده موجود الاولاني يا شباب نعرض الفيلم الاول اللي هو الوان ده، ده بيبين لك ازاي الغضروف بيتحرك. نعم ده. بالظبط. الازرق ده الغضروف. الازرق ده الغضروف، والفقره فوق وفقره تحت، فدي الحركه بتاعته. اللي بيحرك الحركه دي العضلات. العضله دي لما بتشد بتعمل ستريس او قوه على العمود الفقري نفسه، هو يستحملها في الظروف العاديه. لكن لما يكون في بقى وزن زياده وتحميل زياده، دي ممكن تصيب الغضروف اللي بيتحرك ده او تصيب فقره من الفقرات. نعم. واخد بالك؟ دي حاجه ده اداء للعمود الفقري. دي الحركه اللي هي زي ما انت شايف الغضروف عامل زي سبرينج وبيتحرك، بيسمح بالحركه قدام وورا. والفقره اللي هي اللي فوق واللي في النص واللي تحت اللي لونها اصفر دي الفقرات. ولو تاخد بالك في جزء ابيض خلف الغضروف على طول. نعم. هي ده اللي بيخرج منه العصب. عشان كده من الانزلاق الغضروفي اللي بيحصل ان الغضروف الازرق ده بيرجع للخلف في الفتحة اللي انت شايفها دي. ومنها بيخرج العصب فبينضغط في المكان ده. طيب احنا ادائنا كمصريين مع الغضاريف وحش صح؟ يعني لا نهتم الناس سوء بتنزل. سوء استعمال تقدر تقول. طبعا. سوء استخدام. سوء استعمال. بالظبط. انا اقدر اقول لك كده، لانه ما فيش حد بيتحرك كتير زي زمان. التمشيه قله الحركه. طبعا. ما هي الموضوع زي ما قلت لك حتى المره اللي فاتت، الموضوع هو العضلات. بتبدا عضلات وبتنتهي بمشاكل. نعم. هي العضله، لان العضله هي الموتور اللي بيحرك هذه المفاصل. نعم. طيب خلينا ننتقل مع حضرتك الى منظار العمود الفقري. تمام. شغله بيتعمل ازاي؟ وهل هو حاجه حديثه؟ هل ما مش هنحتاج عمليات جراحيه معقده في ظل استخدام المنظار؟ هو المنظار فكرته وعفوا، ولا هو هيكون تشخيصي ولا علاجي؟ لا هو طبعا علاجي. علاجي. انت بتشخص بالاشعاعات وبالرنين المغناطيسي وبتكشف على المريض وبتطمن ان كل الداتا اللي عندك ماشيه مع بعضها، ان هذا المريض يحتاج الى استئصال الغضروف. نعم. الغضروف بمنتهى البساطه عباره عن ان انا بدل ما افتح ظهر العيان من اول الجلد لحد العضلات لحد الاربطه لحد العظام واوصل على الاعصاب، احنا ممكن حتى في فيلم موجود معانا ممكن نبص عليه، كل الكلام ده انا ما بعملوش. انا بسيب كل الكلام ده واخد مساحه وادخل من الجنب مباشر على الغضروف على طول. نعم. الميزه اولا ما احتجتش، يعني ده فيلم مثلا بيورينا
ده قدم ده ايه؟ لا ده ده غضروف اهو زي ما انت شايف الجزء الاسود البارز ده بين الفقره الرابعه والخامسه. نعم. ده مريض، المريض صاحي ما بياخدش بنج كلي، بياخد بنج موضعي. العلامات اللي انت حضرتك شايفها دي احنا بنعملها عشان اعرف انا هدخل فين بالظبط، نقطه الدخول دي. نعم. ده الابيض ده جهاز الاشعه اللي انا باخد بيه العلامات. نعم. انا حددت خلاص نقطه هدخل فيها، ادي دي ابره، ده بنج موضعي. الابره دي هي اللي بتدخل في النقطه دي، زي ما حضرتك شايف الابره دخلت على الغضروف نفسه. نعم. وبنحقن صبغه تاكد ان هو ده الغضروف المصاب وان ده العصب اللي ملتهب. بنبدا ندخل بقى فوق الابره دي، عباره عن واير زي جايد، بدخل بقى في كل الالات حواليه فوقيه. دلوقتي ادي المنظار، هنبدا نركبه دلوقتي عن طريق انبوبه. زي ما حضرتك شايف دي الانبوبه. والفتحه اللي في الجلد حوالي ملي 2 ملي بالكتير، حتى لو حاجه بسيطه ما بحتاجش غرز بعد كده. نعم. ما بحتاجش اقفلها يعني. دي الادوات اللي احنا بنوريها حتى في الفيلم. ده المنظار زي ما حضرتك شايف، هو عباره عن انبوبه رفيعه قوي اخرها لايت سورس بينور، وفيها فتحه اللي هي بنسميها احنا الوركينج شانل اللي بتدخل فيها الادوات بتاعتك وبتشتغل بيها. انت بتدخل المنظار في الانبوبه جوه الغضروف، فانت شايف قدامك على ال سي دي، انت شايف كل اللي انت بتعمله، شايف الغضروف وشايف كل حاجه في الشاشه اللي قصادك. والعيان صاحي واخد بنج موضعي، فهو بيساعدني. يعني لازم يكون صاحي، فبكلمه اساله اخبار الوجع ايه دلوقتي، الحته دي بتوجع ولا ما بتوجعش، الوجع احسن دلوقتي ولا لا. ما انت مبنجه مش هيحس. لا ما بياخدش بنج خالص، هو بنج موضعي في المكان ده بس. يعني حتى بص هو دلوقتي بعد ما اخلص بقول له ايه الاخبار، في ساعتها بيحس بفرق. طيب هنكمل الشرح، بس يحيى من القاهره ومحمد من المحله. يحيى اتفضل. الو مساء الخير. سلام ورحمه الله، واسف اتاخرت عليك. لا لا في حاجه. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور؟ اهلا. ازيك يا استاذ يحيى؟ دكتور رجبي، عندي بس ثلاث اسئله كده في السريع. اول حاجه الشوكه العظميه، ثاني حاجه البلاد فود، يعني البلاد فود وايه علاجه؟ الشوكه العظميه بس ناخدها، ايه الشوكه العظميه دي؟ عايز تسال فيها ايه؟ لا يعني الشوكه العظميه ايه علاجها يعني؟ يعني بترجع تاني يعني ليها علاج ولا هي حاجه في القدم يعني؟ حاجه. نعم. مش في العمود الفقري. هي. نعم. دي هي بيقال انها شوكه عظميه يا استاذ يحيى. هي مش مفيش حاجه زي شوكه طالعه من الرجل زي ما انت متخيل. هي عباره عن حرف بالعرض بيبان في الاشعه من الجانب ان هو زي شوكه يعني. فده في العاده بيكون التهاب في الانسجه الليفيه المبطنه للقدم، منها مثلا لو عندك زياده في املاح الدم بتترسب فيها، فهي بتتقال كده شوكه، لكن هي طبعا مش شوكه. ليها علاج؟ طبعا ليها علاج كتير. يعني بتبدا بعلاج طبي بادويه، لو في عندك الاملاح دي هي اللي مترسبه فيها لازم تعالج الاملاح، بتعمل علاج طبيعي، ممكن تدي حقن موضعي فيه في المكان ده، نادر جدا لما تحتاج لجراحه، في العاده بتتحسن. طيب الحاجه الثانيه؟ الفلاك فود ده قصه طويله قوي، صعب ان احنا نتكلم فيها النهارده خصوصا ده حلقه. ده عاوز قعده طويله. طيب اخد. طيب. محمد من المحله. شكرا. شكرا. محمد اتفضل. الو. الو السلام عليكم. السلام ورحمه السلام. الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. سؤالك يا استاذ محمد. لو سمحت كنت بسال حضرتك، انا عندي انزلاق غضروفي في الفقره الاولى والخامسه. ايوه اتفضل. وكده قالوا لي هو بسيط وما تشيلش هم ومش عارف ايه، بس الالم دايما باخد علاج ومسكنات، بس الالم دايما موجود باستمرار. ايوه. يعني الالم في رجلك ولا تقصد الم في ظهرك؟ لا كان الالم الاول في رجلي، كنت بحس بتنميل في رجلي الشمال. كويس. وبعد كده حاليا الجزء اليمين ده من ورا كده في اخر العمود الفقري اليم اليمين، الم دايما باستمرار. في ضعف في رجليك؟ لا حاليا الحمد لله التنميل اللي في رجلي الشمال راح. كويس قوي، يعني مفيش ضعف. انت متضايق ان في وجع وما بيتحسنش قوي، هل بتعمل علاج طبيعي عليها يا استاذ محمد ولا لا؟ علاج طبيعي وايه؟ بتعمل علاج طبيعي على ظهرك ولا لا؟ في اماكن معينه يعني مثلا جلسات العلاج الطبيعي وكده؟ لازم تعمل جلسات، يعني واضح من الدكتور فهمك ان الموضوع بسيط، بمعنى ان هو مش موضوع جراحي. ولكن هو مش هيخف كده، يعني لازم هتاخده علاج بسيط، ولازم تكون معاك تمرينات لتقويه عضلات العمود الفقري، وتمرينات لتقويه عضلات البطن كمان. الكلام ده هو اللي هيخليك تبدا تتحسن ويسند العمود الفقري، ويبدا يخلي العبء على الغضروف البسيط ده اقل ما يمكن حتى عشان ما يزيدش. رنا من الاسكندريه. رنا اتفضلي.
أي فندم، مساء الخير. مساء النور. بس عايزة أستفسر، أنا يعني والدة بقالي 6 شهور، ومن 3 شهور بالضبط بدأت أحس بألم شديد في ظهري، في جناب يعني جنب اليمين والشمال. يعني الألم بينتشر، يعني يظهر في مكان ويقعد مثلا فترة أسبوع 10 أيام ألم شديد ولاقيه اختفى ويبتدي يظهر في مكان تاني. لما عملت أشعة بالرنين ظهر إن عندي قطع في الغضروف في الفقرة 4 و5، بس أنا في المكان بتاع الغضروف نفسه مش حاسة بألم، الألم كلها منتشرة في عضلات ظهري. فقعدت قعدت 3 شهور ألم شديد والعلاج مش جايب النتيجة، لأن أنا كنت باخد علاج يناسب الرضاعة، فمش علاج قوي. بعمل علاج طبيعي مستمرة فيه، بس مش حاسة إن في تحسن قوي. هل يعني أنا مش عارفة، 3 شهور دلوقتي ألم شديدة ومش لاقية نتيجة للعلاج اللي أنا باخده. تمام. طبعا هو 3 شهور دي يعني وقت كبير طبعا، وأنا ما شفتش أشعاعاتك فمش قادر أحكم عليها قوي، ولكن خدي بالك إن في حاجة ليها علاقة بالولادة، انه وقت الولاده بيبقى فيه هرمون بيفرز في الجسم بيخلي يعني يعمل نوع من الليونه في كل المفاصل اللي في الجسم عشان تبقى يسهل، خصوصا مفصل الحوض يسهل الولاده. بعد شويه بعد الولاده بشويه يبدا يحصل وجع في هذا المفصل اللي هو مفصلي الحوض اللي بينقلوا الوزن من العمود الفقري على الرجلين. وانت قلتي لي حتى في وسط الكلام ان الوجع بيجي في اليمين وفي الشمال في الناحيتين، وانه ملوش علاقه بالغضروف، وغالبا ده من مفصلي الحوض. هو مفصل حوض التهابه ده مزعج شوي، وفعلا بيطول وبياخد وقت كبير وعلاجه سخيف، خصوصا لو انت بترضعي فمش عارفة تاخدي دواء عشان ما يأذيش البيبي. لكن في حل تاني، لو العلاج الطبيعي كمان مش نافع ممكن نعمل حقن موضعي في مفصلي الحوض، وتلاقي الوجع ده تحسن جدا وهيساعدك قوي قوي الكلام ده. محمد من الشرقية. طيب محمد، هلا من السيدة زينب. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. لو سمحت بس انا عايزه، انا بشتكي دايما لما بصحى من النوم لمده ساعه الصبح دايما عندي الام في ظهري. انت عندك كام سنه؟ لو مثلا وقفت نص ساعه في النوم. عندك كام سنه؟ عندك كام؟ اقعد كاني بقالي يعني 5 6 ساعات واقفه. عندك كام سنة؟ نعم. عندك كام سنه؟ 33. طيب هل بتلبسي كعب عالي؟ لا خالص. خالص. طيب بتعملي اي نوع رياضه؟ بتقعدي فترات طويله اصلا؟ انت بتشتغلي ايه؟ انا بقعدش فترات طويله ووزني يعني معقول. كويس. بتشتغلي حضرتك ولا ما بتشتغليش؟ لا، ربه منزل. ربه منزل. الوجع اللي بيجي لما تصحي من النوم الصبح مميز جدا لالتهاب او خشونه زي ما بنقولها كده بمفاصل العمود الفقري، بالظبط زي اي مفصل انت عندك. لو اي مفصل بيتساب فتره طويله ونيجي نفتح مثلا الباب، حتى الباب يعني بتلاقيه بيعمل صوت، ده لانه اتساب فتره طويله مقفول. نفس الفكره، انا لما باجي انام بنام مثلا 6 ساعات او 8 ساعات فالمفصل ما بيتحركش وهو اوريدي ملتهب شويه، فلما بصحى من النوم الصبح يا دوب في اول الحركه دي ما بقاش قادر لان المفصل بقى فيه تيبس شويه، مع الحركه 5 دقائق 10 تلاقي المفصل لان تاني واشتغل. ده دليل على ضعف العضلات للمره الالف، ودليل انه بدا ياثر في المفاصل بنتيجه التيبس والخشونه والكلام ده. ده لازم يتلحق بتقويه العضلات ضروري وليونه المفصل تاني، عشان ده ممكن يبدا ياثر كمان على الغضروف نفسه. تقويه العضلات ازاي؟ ده لو مشيت ساعه في اليوم كويس جدا. ساعه اي حد مش، طب انزل شويه. لا هي كده ساعه في انت اليوم. انت بتمشي ساعه؟ طبعا. ساعه في اليوم. بتمشي في العياده لما بين المريض والكشف؟ طب كويس. طب كويس. بس هو في سباحه بس هتبقى صعبه دلوقتي في الشتاء يعني. بس لكن يعني المشي ساعه وتقويه العضلات من العلاج الطبيعي. يعني دكاتره يعني الطب الطبيعي، اطباء الطب الطبيعي بيعلمك برنامج كامل لتقويه عضلات العمود الفقري في الفقرات العنقيه والقطنيه وفي يعني كده. محمد من المنوفيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. لو سمعت، عندي انزلاق غضروف ما بين الفقره الخامسه والولع الغذائي. تمام. وبقالي 3 اشهر بتعالج. أيوة. وبعدين ما فيش العلاج مش قادر ياثر باي حاجه، ومن حوالي 5 6 سنين كان في رجل الشمال واتنقل لرجل اليمين، وبعدين يعني عنده سكر والعلاج يعني خدت كرسي مكثف مع علاج طبيعي ده سيرجيم وحاجات زي كده، ورغم ذلك ما فيش فايده برضه. وعاوز اعملها بالمنظار، بس ما اعرفش يعني المكان اللي اقدر اعمله في المنظار فين. طب بس هو في حد قال لك انك محتاج عمليه الاول؟ اكتر من دكتور. يعني في ضعف في رجليك مثلا يا استاذ محمد؟ هو في تنميل لدرجه ان يعني كفه الرجل من تحت ما بشعرش بها من شده التنميل.
بس وساعات الشبشب او لمؤاخذة اي حاجة ممكن يعني ينخلع منها. يعني هي ضعيفة دلوقتي رجلك؟ ضعيفة الى حد ما مع الم شديد طبعا بقاله 3 أشهر. طب هل انت مظبط السكر بتاعك كويس؟ اه مظبطه كويس. طيب خد بالك من موضوع السكر لما بيتلخبط او حتى لما بيتظبط بس يكون موجود بقاله فترة طويلة بيعمل نوع من التهاب الاعصاب. فضروري تعمل الاول رسم عصب وتاكد ان اللي عندك ده خصوصا التنميل اللي انت مش حاسس ببطن رجلك خالص انه ملوش علاقه بالتهاب الاعصاب الناتج من السكر قبل ما تعمل اي جراحه. لانك لو جيت عملت جراحه دلوقتي وانت عندك المشكله من السكر مش هيحصل تحسن. اما حكايه المنظار فهي موجوده دلوقتي، هي بدات تظهر في كذا مستشفى، دي مش مشكله، دي سهله. المنظار اللي حضرتك وريته لنا ده بقى متداول في مستشفيات؟ بدا يعني بدات الناس تعرفه. بدات الناس تعرفه، ما بقاش بقى فكره الفتح دي مش في كل حاجه برضو. نعم. يعني الفتح مازال هو العمليه التقليديه بالميكروسكوب العمليه الشهيره يعني اقدر اروح لاي دكتور اجي اقول له لا اعملها لي بالمنظار؟ لا، لازم هيكون يعني لازم هيكون حد اتعلمه او يعني اشوف للدكتور مجدي في مساء الخير واعمل لي بنج. لو هو متعلم المنظار ده هيعرف يعمله طبعا. يعمله طبعا. بفلوس كتيره؟ بالعكس ده اقل، لانك انت بتقعد في المستشفى نص يوم. انت بتخرج انت بتخرج في نفس اليوم بالليل او تاني يوم الصبح. دي في الفتح انت بتقعد 4-5 أيام في المستشفى. ده غير البيت. طيب عماد من القاهره، اتفضل عماد. السلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم. هو كله كده سلام عليكم. طيب حنفي من 15 مايو. 15 مايو. 15 ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. ايوه دكتور. ايوه اتفضل. معاك انا حنفي من 15 مايو. ايوه استاذ حنفي اتفضل يا بيه. اتفضل. انا عندي تيبس في العمود الفقري. عندي تيبس في العمود الفقري. ايوه سامعك اتفضل. بقاله دلوقتي كام؟ يجي 30 سنة. ايوه. وانا ما جيتش جنبه وكنت بلعب رياضة وبتاع، وبعدين اتجوزت وخلفت 9 عيال وحاجات زي كده ونسيت. دلوقتي ظهري واقف خالص. ايوه انا معاك اتفضل. ايه اعمل ايه اعالجه ازاي؟ او انا ما اروحش الدكتور بقالي 30 سنه ما دخلتش لاي دكتور. طيب انا هقول لك على حاجه. دلوقتي انت بتقول ان عندك تيبس في العمود الفقري. حال رقبتي وكله حبكي بس. كويس. التيبس ده مخليك قادر تشوف بالراحه. قادر تشوف كويس قصادك ولا الانحناء ده خلى راسك محنيه لقدام ومش قادر تبص قدامك كويس؟ الخط قطع. طيب هنحط الفرضيتين. هو التيبس العمود الفقري ده عيبه الجراحي بالنسبه لنا احنا انه لو ما متعالجش كويس العمود الفقري فعلا بيحصل فيه تيبس وينحني ويثبت على كده، فدي مشكله. طب وفي حاجه اسمها تيبس 30 سنه؟ في هو بيجي في سن الصغير في العشرينات. ولو ما متعالجش كويس فعلا بيحصل كده. هي مشكلته في ايه بقى؟ انه لما بيحصل كده ان ما بيقدرش يمشي يبص قدامه، بيبقى ماشي كده فمش عارف يشوف، مش قادر يبص. فدي بتحتاج عمليه يعني صعبه شويه او معقده حبتين. هنعمل استعدال للعمود الفقري. بنركب شرايح ومسامير وبيتعدل بحيث ان هو جسمه كله يبص قدامه. يعني يبص قدامه. طب هو يعمل ايه؟ هو الخط قطع مش عارف اتكلم معاه لكن. طيب حاول تاني يا استاذ حنفي. لو سمحت، لان الدكتور عاوز يستفهم من حضرتك. اخد سيد من دمياط. ايوه السلام عليكم. سلام الله وبركاته. اخبار دمياط ايه؟ الحمد لله تمام يا دكتور. ماشي اتفضل. تمام يا دكتور والله تمام يا استاذ. طيب قول سؤالك يا قمر. النبي يا دكتور، انا عملت عمليه في 2005 في الفترات العنقيه. تمام. وبعد 2 سنين جالي فيها ورم وعملتها من ورا. جالك ايه؟ ورم. ورم ايه؟ ورم حميد، يعني في ورم كده حته فضلت من العمليه. فبعد 2 سنين كبرت عجز الجنب الشمال. فالمهم ايه؟ رحت عملت اشعاعات، فالمهم عملت ورم. طلعت بقى ورم وشلتها. كويس. دلوقتي عايزين يثبتوا لي الرقبه من الثانيه للسبعه. ايوه. التثبيت ده بقى عشان انا قلقان من التثبيت ده. صعب جدا في التليفون اتكلم على حاجه زي كده لما اشوف اشعاعات. انا مش فاهم الورم ده ايه علاقته بالعمليه الاولانيه، لكن لو تحب حضرتك ابعت لنا الحاجات بتاعتك او تعالى شرفني في اي وقت يعجبك، ارتب مع الاستاذ محمد وتعالى اشوف لك الاشعاعات واقول لك ايه المطلوب، مفيش اي مشكله. شكرا ليك يا دكتور. مدحت من القاهره. الو. ايوه اتفضل يا استاذ. بخير. استاذ محمد، انا مدحت زكريا كريدت الات حركه.
اهلا بحضرتك، اهلا بيك. فاكرني ولا مش فاكرني؟ طبعا اهلا بحضرتك. كان عندي شكوى بس كده كنت عايز اروح للدكتور بدل. اتفضل. دكتور، انا كنت عملت عمليه استئصال غضروف عنقي من حوالي شهر بالظبط. كويس. بس الالام بتاعت ذراعي وكتفي الشمال زي ما هي. العمليه عملتها من الامام ولا من الخلف؟ وكان ايه السبب؟ العمليه عملتها من شهر بالظبط. ايوه، قصدي الفتح الموجود عندك في الرقبه من الامام. الأمام. طب انت كانت شكوتك قبل العمليه ايه بالظبط؟ وجع في رقبتك ولا ايدك؟ ضعف في الايد الشمال. لو مثلا عملت مجهود، مثلا بتيجي قعدت مثلا اعزف على البيانو او على الجيتار او اعمل اي حركه صغيره مثلا، يبقى التعب ماشي في دراعي لحد ما يوصل لعضله كتفي. كويس. في الشمال، والعضله توقف خالص. وتربس كده، وحاسس فيها التنشنه، فاقوم بسرعه جدا. طيب دلوقتي حاجه ضيقه شويه او دبه ثواني ثواني او اي حاجه فيه ثانيه واحده، هل في حاجه اتحسنت بعد العمليه؟ لا خالص، يعني انت زي ما انت بالظبط. ممكن ما حاسس برضو من اقل مجهود. لا ثواني ثواني، اصل انت خد بالك، انت وصلت، واضح انك انت كنت سبت نفسك لما وصلت لمرحله ان في ضعف جامد في ايديك، ومش ده فهمت كده منك يعني. تمام. فما تتوقعش ان لما اسيب العيان يسيب ضغط على العصب لفتره طويله لدرجه انه يحصل ضعف في الايد او الرجل ويحصل تحسن بسرعه قوي كده، لا اصبر شويه، يعني شهر دي ما يعني حاجه بسيطه جدا. الضعف معناه ان الحاله كانت سيئه جدا ومحتاجه وقت كبير عشان تحس بتحسن، فما تخافش، بس خد وقتك في تقويه العضلات وخدها بالراحه، وما تبقاش قلقان قوي من الوجع. يعني زي ما الوقت اتاخد فتره طويله لحد ما العصب اتاثر كده، اديله برده فتره طويله انه يبدا يستعيد عافيته برده، خد بالك يعني اصبر شويه يا استاذ متعب. عمرو من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معلش كنت عايز اسال الدكتور بس على حاجة. أنا عملت عملية، كان عندي كسر في القلبه وخلع في نفس الوقت في القلب اليمين. وعملت العملية، ركبت مسمارين وخطاف. فأنا الحمد لله، يعني طبعا حصل تيبس كامل، لأن أنا قعدت شهر وي في الجبيرة. أيوه. وبعدين لما حصل تيبس طبعا رحت علاج طبيعي وكده واطمنت الحمد لله. بس دراعي ما بيفردش للاخر، يعني انا مثلا مع العلاج الطبيعي فاضل مثلا نقول اقل من 45 درجه مثلا ويفرد الدراع، وفي وجع باستمرار. يعني انا في وجع باستمرار، عملت اشعه ثانيه علشان اطمن على العظم ان هو سليم وتمام. طلبوا مني في المركز العلاج الطبيعي، عملت اشعه وطمنوني، قالوا لي يعني دراعك ما شاء الله يعني ايه ممكن يشد قطر يعني. كويس. تمام. لكن كويس. الفرد وفي وظيفه ثانيه اللي هي زي كاني بفتح مفتاح ما بتكملش الاخيرها. ايوه لا يمين ولا شمال. ايوه تمام. هي دي المشكله. انا عندي مشكله انا كتفي، بس دي اهم يعني. دي مشكله بتحصل في كل الكسور اللي بتبقى في المفصل، لان كسر الكوع ده بيبقى جوه المفصل، يعني المفصل نفسه بيبقى جزء من الكسر. واي مفصل زي مفصل الكاحل مثلا، المفاصل دي كلها لما بتتثبت بتاخد وقت شويه لحد ما الرينج الحركه يرجع زي ما كان، ودي محتاجه صبر برضو ومحتاجه وقت كبير جدا عشان ترجع. مفصل الكوع بالذات من المفاصل الحساسه قوي. فحضرتك كمل علاج طبيعي لحد، يعني ممكن توصل لحد 6 شهور وراها، يعني ما تزهقش، وفي الاخر هتلاقي الرينج رجع زي ما كان. ولكن اصابات المفاصل بعد تثبيتها بالشرايح والمسامير بتاخد وقت في العلاج الطبيعي لحد ما ترجع زي ما كان. برضو ما تقلقش، ما دام الاشعه سليمه والمسامير مظبوطه والشريحه سليمه، ما تخافش من الموضوع ده، خد وقتك معاه. طيب ابو سامح من القاهره. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا. نص الشفاء في كلامك، يا رب يسعد ايامك ويحقق دايما احلامك الاول. ربنا يخليك. زوجتي بتعاني من الام في العمود الفقري، وعملت عمليه في الفقرات سنه 92، وبعدين الوقت برضه بتعاني، فالدكتور قال لها لو تعبت قوي هنحتاج تثبيت فقرات. هي كانت عملت يعني عمليه ايه الاول؟ عملت عمليه هي مستقره شويه دلوقتي. حضرتك في اول الكلام قلت المشي ساعة، هي لما بتمشي شوية رجلها اليمين بتورم من الفخذ. رجلها اليمين. ايوه معايا حضرتك. طب انت سؤال بس، العملية الاولانية خالص دي كانت عملية ايه بالظبط؟ العملية الاولانية سنة 92. ايوه انا عارف، كانت عملية ايه يعني؟ كان استئصال في الفقرة الرابعة والخامسة، كان انزلاق غضروفي يعني. انزلاق غضروفي، وهي بتتعب دلوقتي برضو بتعاني، فعملنا رنين مغناطيسي قال لها انت عندك الفقرات تقريبا يعني فكه شويه او حاجه، عايز لو تعبت بقى الدور ده في تثبيت. ايوه بص، هو العمليات هي غالبا عملت توسيع للقناه العصبيه، عمليه توسيع القناه بنضطر نوسع ونشيل جزء من العظم عشان تدي سبيس او مساحه اكبر للاعصاب. طبعا العظم اللي بيتشال، وده ما بيتعملش دلوقتي خلاص، الكلام ده كان من زمان،
العظم ده ليه وظيفه لما ربنا خلقه عشان العضلات بتمسك فيه كمان، فالعضله لما بتمسك في العظم عشان تحرك الفقره دي، انا لما اشيل المكان ده العظم ده اللي بيتشال بيضعف المكان ده، يعني الكونكشن او التوصيله بين الفقره دي والفقره دي بيضعف. مع الوقت والحركه الطبيعيه والكلام ده كله تبدا الفقره فعلا تتحرك من مكانها او تفك من الفقره اللي وراها. طب تعمل ايه؟ دي تحتاج تثبيت فعلا، لو هي ما بتخفش بالعلاج الطبي ولا العلاج الطبيعي وجربت كل السبل ما فيش تحسن، ما فيش قدامها غير انها تثبتها فعلا، يعني الكلام ده مظبوط. ليندا من شبرا اخر اتصال تليفوني. ليندا 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 كده يا دكتور. اتفضلي. ازيك يا ليندا اخبارك؟ حضرتك انا كنت كشفت مره باطني، فالدكتور قال لي ان في اعوجاج في العمود الفقري بتاع ضهري. تمام. انا بصراحه ما رحتش، بس انا دلوقتي حاسه بقالي 3 4 شهور حاسه بالم جامد في ظهري وفي النص وفخذي اليمين من اول فوق لغايه تحت رجل اليمين دي ورمه عن الشمال. ليندا انت عندك كام سنه؟ انا عندي 60. طيب ما شاء الله ربنا يديك صحة. تنميل في وركي من بره، عندي ما اجي احط ايدي كده تنميل جامد في وركي. طيب في اي وجع بينزل من ظهرك على رجلك؟ لا، هي رجل على طول لو وقفت حبه او مشيت حبه وركي من الناحيه اليمين ده يبقى منمل وحرقني قوي. وفي ورم جامد في رجل اليمين من اولها لاخرها عن الشمال. هو واضح ان هو ضيق في القناه العصبيه وفي اعوجاج في الفقرات القطنيه. نعم. صعب قوي احكم عليها بالتليفون بصراحه، برضه بعد اذن حضرتك لو ترتبي. ليندا انت هنا في القاهره يعني. ترتبي مع يعني. الاستاذ محمد واهلا وسهلا، اشوفها لك حاضر. في نهايه لقائنا مع الدكتور مجدي جمال عبد القادر استاذ طب وجراحه العمود الفقري بجامعه عين شمس، لا يسعنا الا ان نشكر حضرتك. لا تحت امر. على تشريف حضرتك. ربنا يخليك. بشكرك. الله يخليك. كل سنه وحضراتكم طيبين. حلقة نهاية الأسبوع كانت يوم الاثنين انتهت على خير زي كل مرة، يجعل كلامنا خفيف على الجميع، المسؤولين قبل المواطنين. وعايز أذكركم باستفتاء مساء الخير، هتخش على صفحة البرنامج على الفيسبوك وتقول تختار من هو أفضل وزير من وجهة نظرك في حكومة محلب ومن هو أسوأ وزير أداء، وأيضا المحافظة اللي انت قاعد فيها قيم لي أداء المحافظ عندك جيد ولا سيء. وانتوا عارفين كان معانا هنا السيد رئيس الوزراء عمل معنا مداخلة أول امبارح وقال إن حركة المحافظين على الأبواب يمكن الاستفتاء بتاع جمهور مساء الخير يتخذ في الاعتبار. أشكركم وأشوفكم على خير بإذن الله تعالى يوم السبت القادم إن عشنا وكان لينا عمر. سلام عليكم.